حديث الروح للأرواح يسري حديث وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ذات نفس ديني تعود إلى عام 1967 وتعد من أجمل القصائد المغنات التي قدمتها سيدة الغناء العربي منذ رباعيات الخيام. وضع لحنها الموسيقار رياض الصنباطي. فهل تعرفون صاحب الكلمات؟ إنه الشاعر الباكستاني محمد إقبال، ولد في البنجاب عام 1877 بين لاهور وإنجلترا وألمانيا. درس الفلسفة والحقوق وحاز درجات الماجستير والدكتوراه. درس بالجامعات وانتخب لدورتين عضوا بالجمعية التشريعية في البنجاب، وترأس رابطة المسلمين الهنود. فيلسوف الشرق وشاعر الإسلام، عاش بالدين الحنيف وله، مذكرا بما كان من ماضيه ومتحسرا على حاضره ومنتقدا الحضارة الغربية ثائرا عليها. تجلت أفكاره في كتاباته الفكرية الفلسفية وشعره بشكل خاص، ومنه حديث الروح التي غنتها أم كلثوم، وعرفه من خلالها عموم الجمهور العربي، وفيها يناجي الله ويبثه حزنه وشكواه. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكن ما هي قصة الأشجان؟ يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. في كلمات الأغنية جمعت قصيدتان للشاعر الفيلسوف. نظم الأولى في 120 بيتا بعنوان الشكوى عام 1909، والثانية في 140 بيتا بعنوان جواب الشكوى عام 1913. ترجمها من الأردية إلى اللغة العربية نثرا محمد حسن الأعظمي، وقدمها للشاعر المصري الصاوي شعلان الذي أعاد كتابتها. لم يكن محمد إقبال عربيا ولم يكتب شعرا باللغة العربية، لكنه تعلمها ودرسها. ليس هذا فقط، بل كان عربي الروح يعشق لغة القرآن، ولأهلها مكانة خاصة لديه حتى وفاته عام 1938. وفي Thank you.
ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوهام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم.